بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنستكمل ما بدأناه امبارح إن شاء الله. نفتح مع بعض قاعدة البيانات اللي احنا أنشأناها امبارح. قصدك أقدم استقالتي يوسف يخاف إن أنا أسيب الشركة وأمشي عشان يرضيني؟ يا ريت الناس اللي عملت قاعدة بيانات امبارح، أي حد عمل ملف أو عمل قاعدة بيانات يبدأ يفتحها ويشتغل معايا. دي قاعدة البيانات اللي احنا انشأناها امبارح، وكان فيها جدول واحد، وكان فيها استعلامين، وكان فيها مجموعة نماذج. ده في أبسط صورة ليها يعني. النهاردة إن شاء الله هناخد العنصر الرابع أو الكائن الرابع من الكائنات المكونة لقواعد البيانات، اللي هو التقارير من قائمة كرييت أو إنشاء. وهنلاقي المجموعة ليبورتس أو تقارير. والتقارير يا حضرات هو أحد الكائنات المكونة لقاعدة البيانات، وهو عبارة عن الصورة المطبوعة من قاعدة البيانات. هو عبارة عن الشكل أو الصورة المطبوعة من قاعدة البيانات، واللي يمكن تنسيقها على حسب اللي أنت عايزه. التقرير هو عبارة عن الصورة المطبوعة من قاعدة البيانات، ودي بتبقى متنسقة حسب الطلب. كل واحد بينسق الملف بتاعه أو التقرير بتاعه على حسب حسب احتياجه. طب ازاي بعمل تقرير؟ زي ما أنشأنا النماذج سابقا والاستعلامات، بنشئ التقارير. كل اللي عليا بختار الكائن اللي أنا عايز أعمله تقرير. يعني على سبيل المثال، أنا هعمل تقرير لنموذج، ولا هعمل تقرير لاستعلام، ولا هعمل تقرير لجدول. انت بتختار ايه الكائن اللي انت عايز تطبعه، وبالتالي بتحوله لصورة تقرير. فعلى سبيل المثال، انا هنا مثلا عايز اعمل تقرير عن الجدول ده. لو فتحت الجدول مع بعض كده، فتحناه مع بعض، ده شكل الجدول. الجدول بالشكل ده غير قابل للطباعة، ما ينفعش اطبعه. التيبل زي ما تطبعش. أمال إيه الطبع؟ أحوله إلى تقرير وأبدأ أعدل في التقرير، وبالتالي أطبعه في شكل تقرير. فكل عليا بختار الكائن اللي أنا عايز أعمله تقرير، أدوس عليه كده وأجي من التقرير. بقى هنا عندي كذا أوبشن. إيه الطريقة اللي أنا عايز أنشئ بيها التقرير؟ فعندي ريبورت أو ريبورت ديزاين أو بلانك ريبورت أو ريبورت ويزرد، معادل للتقارير. انت تستخدم الطريقه اللي تناسبك، زي ما خدنا امبارح، اما ان هو هيعمل لك تقرير جاهز، او يفتح لك التقرير في وضع الديزاين او وضع التصميم، او بيديك ورقه فاضيه ويقول لك صمم لي فيها التقرير اللي انت عايزه، او بيديك المعالج ويبدا يمشي معاك خطوه بخطوه ويشوف انت ايه احتياجاتك بالظبط. فاحنا على كل حال هناخد ابسط واحده فيهم اللي هي ريبورت دي. كل عليا هقف على الكائن اللي انا عايز انشئ له تقرير، وليكن الجدول ده مثلا، واقول له ريبورت. بيقول لي هنا do you have exclusive access to the database this time? If you proceed to make changes, you may not be able to save them later. اوكي ماشي. كده هو هنا انشأ للتقرير. لو بصينا للتقرير ده هتلاقيه هو نسخة طبق الاصل من الجدول. ادي الجدول. ادي الجدول، وادي التقرير اللي انا عملته على الجدول. نفس الشكل. هنا بقى أنا أقدر أعمل مجموعة كبيرة جدا من التنسيقات على التقرير، بحيث أطبعه في الشكل اللي يناسبني. ماشي حضرات؟ فده الشكل التقرير عندي بالشكل ده كده. طبعا كل واحد بيظبط التقرير كما يتناسب مع الهدف اللي هو عايز يعمل. ده شكل التقرير. دي الأسماء اللي عندي.
دي الفقول، حقل الكود، حقل الاسم والسن والى اخره. وده الشكل العام للتقارير. انت بقى حضرتك لو عايز تغير اي حاجه في التقرير من عندك، طبعا هنا فوق عندك مجموعه تبويبات جديده ظهرت، تقدر من خلالهم تعدل او تنسق بالشكل المناسب ليه. على سبيل المثال اول حاجه من فوق خالص الريبورت لي اوت ديزاين، شكل التقرير. هنا بقى تقدر تضيف حاجات وتحذف حاجات وتعدل حاجات. على سبيل المثال اول حاجه عندنا هنا ان انا اضيف لوجو. طبعا ده شكل اللوجو اللي هو متضاف حاليا، عباره عن مجلد او فايل لونه اخضر. فانت لو عايز تضيف لوجو للتقرير ده تقول له هنا من لوجو، هيبقى طبعا الصوره اللي عندك، تختار من الصوره اللي تريحك. سريعا كده اختار اي حاجه كده، مثلا نختار ده. اوكي، ده شكل اللوجو. التايتل هو هنا اسم المؤلفون. ليه اسم المؤلفون؟ لان انا عملته بناء على الجدول اللي اسمه مؤلفون، فهو خد نفس اسم الجدول. برضو تستطيع حضرتك انك تعدل الاسم، كل عليك اما بتضغط عليه هنا او بتيجي هنا في التايتل، ومجرد ما تدوس على التايتل ده بيبدا بشكل مباشر يظهر لك العنوان اللي عندك، بحيث انك تقدر تعدل فيه كما يتراءى ليك. فاحنا مثلا هنسميه مثلا المعلمون بدل المؤلفون. هل ده بس؟ لا طبعا، تقدر برضو انت واقف في نفس المكان هنا وتروح للفورمات او التنسيق، وتقدر تعمل تنسيق للنص من حيث نوع الخط، حجم الخط، المحاذاة بتاعت النص، اللون بتاعه زي ما حضراتكم شايفين كده، خد لونه احمر مثلا، خلي الخلفيه بتاعته مثلا لونها اصفر او اي لون تاني، مثلا لون تركواز زي كده. برضو ممكن تغير نوع الخط. الشاهد من القول انت هنا ممكن تعمل تغييرات كتير زي ما انت عايز، تخليه بقى بولد غامق، تخليه مايل، تخليه تحت خط. يعني الكلام ده كله كلام حضرتكم خدتوه سابقا. لو عايز تعمل باك جراوند او خلفيه للتقرير، نفس الفكره برضو اللي خدناها امبارح. اي صوره سريعه كده، طبعا زي ما حضرتكم شايفين كده اصبحت الصوره وراء التقرير. لو عايزها اوكي، مش عايزها ممكن بتيجي هنا كده وتقول له كليك يمين وري ديليت على اساس ان هو يشيلها، فهتديها بعد شويه تبقى مش موجوده. ايه اللي ممكن اعمل تاني؟ لو رجعنا لقائمه ديزاين برضو، هنا ممكن اضيف بعض الاوامر او بعض المفاتيح او بعض الاجزاء. على سبيل المثال ممكن اقول له تكست بوكس مربع نص هنا، انا عايز مربع نص هنا كده، واقول له مثلا هنا جامعه جنوب الوادي. جامعة جنوب الوادي وهكذا. ممكن اقول له انا عايز مكان لارفاق ملفات، يعني زر من خلاله انا اقدر ارفق ملف مع التقرير، فبقول له هنا كده واختار المكان اللي عايز ارفق فيه لكم هنا كده. بمجرد ما بوقف هنا بقى فيما بعد اقدر اعمل اتاش او موافقات، وبالتالي انت عندك هنا حاجات كتير تقدر تعملها. بس كده؟ لا مش بس كده، برضه من نفس المكان ده عندك هنا الديت اند تايم. طبعا هم الديت والتايم هنا لو خدنا بالنا هنلاقيهم موجودين بشكل تلقائي عندنا هنا، هم دول. لكن انت برضه ممكن تتحكم من هنا كده لو عايز تخفيهم، تقول له خلاص مش انكلود يعني اكسكلود، هتلاقيهم المفترض بعد شويه هيختفوا مش هيظهروا معاك، او لو انت عايز ترجعهم تاني هتخليهم زي ما هو كده، او ترجعهم تاني بحيث ان هم يبقوا ظاهرين معاك في التقرير. هل بس ده؟ لا، تقدر تعمل حاجات ثانيه. على سبيل المثال لو نزلنا تحت عندنا هنا احنا بعض العمليات الحسابيه اللي يمكن اجراءها، زي على سبيل المثال الحقل بتاع، لو حضراتكم واخدين بالكم كده الحقل بتاع مين ده؟ بتاع الدخل. الحقل ده انا ممكن اجري عليه عمليات حسابيه، وعموما الحقول اللي بيتم عليها عمليات حسابيه الحقول اللي فيها ارقام، خاصة الحقل اللي اسمه نمبر، ثم الحقل بتاع مين؟ الحقل بتاع الدخل إلى آخره. فأنا ممكن أقوم مزود الخليط شوية كده. هنا بيقول لي ده عبارة عن رقم جنيه مصري.
جنيه مصري. طب ايه هو ده؟ مين بالظبط ده؟ لو عملت كده بيقول لي ده المجموع، المجموع 101، يعني لو عديت دول 101,000. او انا ممكن اقول له حدد لي المتوسط مثلا، انا عايز انا متوسط، فهيظهر لي تحت متوسط الارقام اللي فوق. طب انا مش عايز متوسط، انا عايز رقم ثاني او حاجه ثانيه غير متوسط. انا كده اقول له مثلا هات لي الماكسيمم، اعلى قيمه فيهم او اعلى دخل فيهم. الكلام ده خدناه سابقا، بيقول لي اعلى دخل اللي هو ال 60. طيب انا عايز اقل واحد، بوقف في نفس المكان كده واقدر اقول له غير، انا عايز مثلا المينيمم اقل واحد فيهم، وهكذا. هو بيديني بناء طبعا اقل واحد صفر، اللي هو اللي هو ده اللي هيبقى. يعني انا اقدر اعمل حاجات ثانيه على حسب ما انا عايز. بس كده؟ لا مش بس كده. التقرير هنا طبعا في مكونات كتير، وبالتالي كل مكون منهم انا اقدر اغير فيه صفاته وخصائصه. على سبيل المثال لو اديتنا كده، انا ممكن الحقول دي، الحقول دي اتحكم في ابعادها، اصغر واكبر زي كده، او اصغر شويه من حجم الحقل على حسب يعني المحتوى بتاعه. لو هو كبير او هو صغير انا اقدر اظبط فيه حجم الحقول بما يتناسب مع كل محتوى او كل نوع بيانات داخل الحقول دي، زي ما حضراتكم شايفين كده. كده صغر شويه، ممكن اشيل واحد منهم لو انا عايز اشيل واحد منهم زي كده، ده كده ديليت. واقوم مرحل دول كده. طبعا كل واحد بيظبط الجدول اللي عنده او التقرير على الصوره اللي هو عايزها، يعني بناء على احتياجه هو او بناء على الصوره اللي هو عايزها. مش بس كده، تقدر تغير في الالوان، تقدر يعني حاجات كتير تقدر تعملها في الجدول ده. عندك برضو المجموعه فورمات هنا نفس الفكره اللي عدت، لو عايز تضيف خلفيه يعني الكلام مكرر يعني كده مثلا، هتلاقي برضو الصوره ظهرت في الخلفيه احنا مش عايزينها. في بقى البيج ستاب، ودي الاعدادات الخاصه بالطباعه. هنا كده انت تعمل اعدادات الخاصه بالطباعه، بيج ستاب اعدادات الخاصه بالطباعه او ضبط المحتوى على الطباعه. اول ما تدوس عليها هتفتح عندك المجموعتين، المجموعه بيج سايز حجم الورق، والمجموعه بيج لي اوت او تخطيط الصفحه. يبقى حجم الصفحه تخطيط الصفحه. من حجم الصفحه ده بختار حجم الورق اللي انا هطبعه للتقرير. الطبعه اللي عندي دي هتطبع على ورق A4، الورق المتعارف عليه المشهور، ولا A3، ولا B5، ولا يعني ايه حجم الورق اللي هطبع عليه. فانا ده كله بختاره من هنا كده، وبقدر ابدل ما بين انواع مختلفه من الورق. طبعا الاشهر فيهم على الاطلاق اللي هو A4 بقى، اللي احنا بنصور عليه وبنكتب عليه شكل عادي، اللي هو ده. الهوامش، لو انت عايز تظبط الهوامش عندك نورمال عاديه، عندك وايد هوامش واسعه، وعندك النرو هوامش ضيقه. هنا بقى لو عايز تشوف الهوامش او الذهالك زي ما انت عايز. انا جدا طبعا هو الهوامش الجزء الابيض ده اللي ظاهر على حواف المستند من بره. برنت داتا اونلي، ما يطبعليش بعض الحاجات الرسوميه داخل الملف، ولكن اطبع لي المحتوى اللي انا عايزه ايه بس. طبعا ده على حسب ما انت عايز. طيب بعد كده اتجاه الصفحه، البيج لي اوت، تخطيط الصفحه، هل يطبع لك على طول الصفحه ولا يطبع لك على العرض بتاعها، يعني عمودي ولا افقي؟ فانت انت عندك بورتريت وعندك لاند سكيب، على حسب ما حضرتك عايز هو هيطبع لك المحتوى بتاعك. فهنا بيقول لك بيج 1 اوف 1، يعني انت عندك العدد كل صفحات واحد، وانت حاليا في صفحه رقم واحد. طب لو انت عايز تقسم الصفحه بتاعتك او التقرير بتاعك ده الى اعمده، ممكن تقول له هنا الاعمده، وبيقول لك هنا عدد الاعمده. انت هتقسم التقرير بتاعك ده لكام عمود؟ عمود، اثنين، ثلاثه. طبعا الكلام ده حضراتكم هتقول في الوورد واضح جدا، يعني ممكن انا اقول له عدد الاعمده هنا كام. طب الرو سبيسنج، مسافه الصفوف. بعد كده الصفحات، انا نفس الامر اللي هنا، يعني الاورينتيشن هل هو عمودي ولا افقي، حجم الورق اللي هو ده اللي هنا، السورس فين، المكان اللي هو هيبدا الطبعه تشتغل عليه، تراي 1 او تراي انهي درج في الطبعه اللي هيشتغل، ديفولت برنتر ولا في طبعه معينه انت هتطبع عليها، اختارها من هنا. البرنت اوبشن،
لو عايز تغير في الهوامش، الهامش اللي فوق كام، الهامش اللي تحت كام، الهامش الشمال كام، الهامش اليمين كام، هتطبع الداتا بس ولا في بيانات تانية مع الداتا هتطبعها، وفي الاخر بتقول له اوكي. بعد كده البيج ستوب هم نفسهم يعني، بس بشكل ايه، بشكل مدمج في نفس المربع الحواري سابق الذكر. ده بالنسبه للتقرير. طيب التقرير انت قدامك ده شايفه في وضع ايه؟ الداتا شيت فيو. انت عايز بقى تبدا تطبعه. طب اطبعه ازاي بقى؟ بروح من المجموعه فيو او المجموعه فيوز او رؤيه، وادوس هنا كده واقول له برنت بريفيو، معاينه الطباعه او معاينه قبل الطباعه، وادوس عليها. بيقول لي ده شكل التقرير بتاعك لما هيطبع هيبقى بالشكل ده كده. لو صغرنا شويه، هذا شكل التقرير بتاعك لما هيطبع، هيبقى بالشكل ده. طبعا ده بناء على البيانات والتنسيقات اللي انت عملتها. لو انت حاسس ان التقرير ده شكله مش طبيعي، او في حاجه مثلا انت عايز تعمل محاذاه للنص بحيث يبقى في نص الصفحه، او تشيل الصوره دي، او تغير المحتوى اللي فوق، او في عنوان مش ظاهر، تقدر تروح وتغير بالشكل اللي يناسبك لغايه ما تستقر على الوضع اللي انت عايزه. المهم لو افترضنا ان هو ده خلاص انا استقريت على الوضع ده، فانت بقى عندك مجموعه خيارات ثانيه في المجموعه او في التبويب برنت بريفيو. اول واحد منهم برنت، خلاص اطبع انا موافق. لو دوست على دي معناها انا ايه؟ موافق على الطباعه واطبع. المجموعه اللي جنبيها المجموعه بيج سايز او حجم الصفحه، بيقول هنا نفس الامر اللي عدى، حجم الورق انت هتطبع انهي حجم؟ A4 B5 لتر A3 الى اخره. الهوامش مره ثانيه هتطبع الداتا اونلي، وهتطبع الداتا وحاجات ثانيه مع الداتا زي كده، الرسومات الالوان اللي من ورا دي تطبعها معاك ولا لا، ولا هتطبع البيانات فقط زي كده. كده شل الالوان كده، انا اقول له اطبع لي كله بما فيهم الالوان. طيب بيقول لي هنا هتطبع بورتريت ولا لاندسكيب زي كده، بورتريت ولا لاندسكيب. طبعا انت برضه بتحدد بناء على احتياجك انت في الملف بتاعك. بعد كده بيقول لي عمود واحد لعدة أعمدة، يعني الكلام ده سابق الذكر يعني. البيتس طب هو هي اللي عدت الهوامش. بعد كده بيقول لي الزوم، عايز تعمل زوم تكبير تصغير من الملف اللي قدامك بالشكل ده كده، تصغير تكبير، او حتى من اسفل النافذه من تحت ممكن تصغر وتكبر مستوى الرؤيه زي ما انت عايز. بقول لو هو عندك اكثر من صفحه زي كده انت ممكن او يعني يعرض لك صفحتين قصاد بعض، او يعرض لك اربع صفحات. طبعا هم كل الملف اللي عندنا فيه صفحتين فقط يعني، بس كده. لا مش بس كده، بيقول لي بقى لو انت عايز ان انا اصدر لك الملف ده، يعني التقرير ده احفظه لك بحيث تفتحه على تطبيق ثاني. لو انت حابب تحفظ التطبيق التقرير ده من قاعده البيانات بتاعتك، افتحه لك او احفظه لك مثلا بصيغه بي دي اف، او ملف نصي، او ملف يفتح على الاكسل. كل عليك هتجي من داتا هنا تقول له بي دي اف مثلا، احفظه له بصيغه بي دي اف. هيقول لك اختار لي المكان بتاع الحفظ على سبيل المثال الديسكتوب، واقول له ببلش نشر يعني كده ايه، اوكي سيف اكسبورت. اوكي اللي هو ده، هو كده حافظه معايا. ده التقرير بتاعي بيجي في صوره بي دي اف. طبعا انا ممكن ايه، ممكن يعني احتفظ بيه واطبع في اي وقت ثاني على حسب ما انت عايز. مش بس كده، ممكن تحفظه في صيغه بي دي اف او في صيغه اكسل. بعملها كده اقول له صدره لي الى اكسل، وبرضه بختار المكان اقول له سيف. سيف اوكي. يبدو ان في اسم الملف واخد نفس الاسم. اهو احفظه. طبعا ده الملف اللي انا اشتغلت عليه، انا اقدر اظبط واعدل فيه زي ما انا عايز، مع اختلاف ان هو الالوان هنا ممكن باهته شويه، لكن انت ممكن ايه بشويه تعديل بسيطه تظهر المحتوى بتاعك زي ما انت عايز بالشكل ده. ده المحتوى اللي احنا اشتغلنا عليه في برنامج خاص ب
طبعا دي الاسماء وده السن وده العنوان، يعني كل البيانات اللي انا اشتغلت عليها هناك هو رحلها لي في ملف الاكسل. ده فيما يتعلق بالتقارير. فالتقارير يا حضرات هي النسخه المطبوعه من قطعه البيانات والتي تتضمن تنسيقات مختلفه، بتنسق انت بالشكل اللي انت عايزه في الاخر، تقدر تطبع مباشره زي ما قلنا من هنا كده، او انك تصدر لنوع اخر من الملفات بحيث انك ممكن تبعتها على الايميل مثلا، ممكن تكست فايل ملف نصي، او عندك حاجات ثانيه لو عاوز تخليها وورد مثلا، ممكن تحفظها وورد زي كده. هو البرنامج بيديك خيارات كتير، انت لك مطلق الحريه تحفظ بالشكل اللي يناسبك والطريقه زي كده. ماشي حضرات؟ بوج وورد. البرنامج من بيديك مجموعه امكانيات تستغلها بالشكل اللي ايه؟ اللي يناسبك. ده فيما يتعلق بالتقارير. اي حد من حضراتكم لاي تعقيب او تعليق على موضوع التقارير؟ طب ممكن يا دكتور حضرتك التقرير يظهر على هيئه جدول او مربعات؟ ما هو في المعاينه بتاعته. ما هو المعاينه بتاعته. ما هو حضرتك ما هو ده عباره عن جدول اهو. تمام. ما هو ده جدول اهو. لا عندي طباعه حضرتك ما بتظهرش المربعات في الجدول. لا ما حضرتك هنا بتحدد انت عايز تطبع ايه بالظبط. هو هتطبعه زي ما هو وراح تطبع المحتوى فقط، هو بيقول لك حتى هنا ايه فوق برنت داتا اونلي. برنت داتا اونلي كده هيطبع لك الكلام بس والمحتويات اللي ظاهره قدامك، لكن لو شلت ده هو بيطبع الملف از تيز زي ما هو بالظبط كده. فانت بتتحكم في طريقه الطباعه. انت بتتحكم هو تمام يا دكتور. تمام ربنا يبارك. هو الواضح من الملف انه يعني محتاج تنسيق ثاني، بس احنا هنا مش قدامنا يعني هدف محدد، احنا بس بندي فكره. انت ممكن ترجع تاني تقول له كلوز اوكي، وترجع تاني بقى هنا وتعدل في الكلمه دي، توديها شمال وتوديها يمين وتكبر وتصغر وتعمل فورمات زي ما انت عايز. فاحنا هنا مش بصدد ان احنا يعني نعمل كل انواع التنسيقات، لكن احنا مجرد انه بنعمل تنسيق معين منهم الباقي خلاص بيبقى معروف زي كده. اختار ونسق اللي انا عايزه في الاخر ايه هو البرنامج بيوديني معاينه للشكل هيبقى ازاي. هل في اي حد من حضراتكم ليه اي تعقيب على موضوع التقارير؟ تمام يا دكتور جزاك الله خيرا. طيب هننتقل لحاجه ثانيه غايه في الاهميه ويكاد يكون هو شغل البرنامج بدل الريليشن شيبس او العلاقات ما بين الجداد. العلاقات ما بين الجداد. يعني ايه علاقه؟ يعني عباره عن ربط ما بين جدولين بينهم بيانات مشتركه بهدف تقليل تكرار البيانات، زي ما قلنا امبارح احنا من ضمن صفات قواعد البيانات نظره تكرار البيانات، يعني انا ما بكررش بيانات الا نادرا جدا لو انا كررت بيان معين. طب ندي مثال. لو انا مثلا عملت جدول بتاع مؤلفون وجدول بتاع الكتب. فوارد معين مثلا ان الدكتور ابراهيم اللي في الاول ده مؤلف 50 كتاب. وكل كتاب ليه اسم وليه عدد صفحات وليه لغه وليه عنوان وليه رقم ايداع وليه سنة نشر وليه دار نشر وليه يعني ليه حاجات كتير خاصة بيه. وبالتالي إبراهيم ده المفترض أنا قصاد ال 50 كتاب هكتب بياناته بالكامل، اسمه وتاريخه عنوان تاريخ ميلاده وعنوان. طب أصبح الموضوع مرهق جدا. البرنامج هيحصل كمان 10 دقايق. فأنا بالطريقة دي هضطر أكرر إبراهيم ده 50 مرة. ليه 50 مرة؟ عشان هو مؤلف 50 كتاب. قال لي لا، قال لي هو البرنامج معمول عشان يقلل التكرار بتاع البيانات. فأنت هتكتب إبراهيم ده مرة واحدة وتربطه بكل الكتب اللي هو عملها، اللي هو فيما يعرف بالعلاقات ما بين الجداول. إذا أنت هنا بتحاول ما تكررش البيانات، إنك تعمل جدول تكتب فيه أسماء المؤلفين مثلا وجدول فيه أسماء الكتب، وبعد كده تبدأ تربط الجداول مع بعضيها بحيث أول ما تدوس على إبراهيم من جدول المؤلفين يظهر لك كل الكتب اللي ألفها إبراهيم، أو أول ما تدوس على الكتاب ده في جدول الكتب يظهر لك مين اللي ألفه من المؤلفين. وقس على ده حاجات تانية كتير كتير جدا إحنا ممكن نعملها. ماشي حضرات؟ طب إيه أنواع العلاقات دي؟ قال العلاقات في برنامج الأكسس ثلاث أنواع. أول علاقة منهم بسموها 1 تو 1 أو بسموها علاقة طرف بطرف أو علاقة واحد إلى واحد أو علاقة رأس برأس. هي كلهم واحد يعني 1 تو 1
واحد الى واحد او طرف الى طرف او راس الى راس. والنوع ده من العلاقات ابسط انواع العلاقات واقل انواع العلاقات استخداما، عشان ده بيجي في الامتحان اقل الانواع استخداما. امتى بستخدمه ده؟ بستخدمه لما تبقى البيانات الموجوده في الجدولين تخص نفس الشخص، لكن في جزء منهم سري، في جزء منهم حساس، فمش لازم تبقى مكشوفه للعلن كده. فانا بحط البيانات السريه في ملف او في جدول، والبيانات الثانيه في جدول ثاني اللي هي اي حد يمكن يطلع عليها، واربطهم الاثنين مع بعض. ده النوع الاول، وده النوع ده اقل شيوعا. النوع الثاني بقى وده الاكثر شيوعا. اتفضل. النوع الاول بستخدمه امتى معلش؟ النوع الاول بستخدمه في حاله حساسيه البيانات، تبقى البيانات حساسه شويه. يعني زي اديك مثال للدكتوراه، اديك مثال. لو انا مثلا في الكليه هنا وعامل ملفات للطلبه، الطلبه والطالبات، فالطالبه دي معروفه ان هي انثى مثلا، الطالبه معروفه ان هي انثى، والطالب معروف ان هو ذكر، اسمها معروف، والفرقه بتاعتها تكاد تكون معروفه، والكليه معروفه، لكن هي مثلا مواليد كام؟ عنوانها ايه؟ اسم ابوها بالكامل ايه؟ اسم امها بالكامل ايه؟ عدد اخواتها بالكامل؟ وظيفة الأب، وظيفة الأم، رقم التليفون. البيانات دي حساسة، ما ينفعش أي حد يطلع عليها، لازم يكون حد من ضمن مهامه أن هو يطلع عليها زي شؤون الطلاب. فأنا في الحالة دي لازم أفصل البيانات العادية زي اسم الطالب مثلا والفرقة بتاعته وما بين البيانات التانية الحساسة، أو مثلا مريض في المستشفى، الحالة المرضية ونوع المرض وتاريخ المرض والكلام ده كله ما ينفعش أي حد يطلع عليه، لكن هو اسمه إيه وفي قسم إيه، دي باينة لكل الناس قدامها. فأنا لازم أفصل ما بين التاريخ المرضي للمريض وما بين البيانات العادية، فبعمل جدولين وأربطهم مع بعض وهكذا. يعني نقيس الكلام ده على حاجات كتير. وده النوع الأول. النوع الثاني من القواعد من العلاقات، وده النوع الاكثر استخداما، عشان ده بيجي في الامتحان، ده النوع الاكثر استخداما، بسموها وان تو ميني، واحد الى عديد. وان تو ميني واحد الى عديد، او بسموه راس باطراف، مش راس براس او راس بطرف او طرف بطرف، لا ده طرف باطراف او راس واحده يعني بأطراف، أو واحد إلى عديد، one to many، وده النوع الأكثر استخداما. وده بالضبط زي دكاترة كده، زي لما يكون مؤلف بيألف كتب كتير، أو مثلا دكتور بيدي أكثر من مقرر، أو مثلا واحد شغال في أكثر من شغلانة، وقيس على الكلام ده يعني. النوع الثالث علاقة عديد إلى عديد، many to many. والنوع ده من العلاقات ما هو إلا جزئين من العلاقة one to many. one to many one to many يبقى many to many، عديد إلى عديد. أجيبها إزاي عديد إلى عديد دي؟ زي بالضبط لما كنا ناخد أيام زمان في الابتدائي، فتلاقي المدرس الواحد بيدي لغة عربية وبيدي نصوص وبيدي تعبير وبيدي إملة وبيدي خط عربي وبيدي تربية دينية أو تربية إسلامية، ده المدرس الواحد بتاع العربي. طب هل هو بس اللي بيدي الكلام ده؟ لا، هتلاقي مثلا كل مدرسه فيها مدرسين ثلاثه بتاع لغه عربيه، وكل واحد منهم بيدي الاربع خمس حاجات دول. يبقى في ماده معينه او مقرر معين بيديه اكتر من مدرس، وفي مدرس بيدي اكتر من مقرر، فعديد من المقررات يدرسها عديد من المدرسين، وعديد من المدرسين بيدرسوا عديد من المقررات. تاني، العلاقة one to many، واحد إلى عديد، يعني مؤلف بيألف كذا كتاب، كاتب بيكتب كذا قصة، مثلا دكتور بيدي كذا مادة. طب النوع الثالث بقى اللي هو عديد إلى عديد، زي ما بقول كده، أنا عندي مدرس بيدي مثلا جغرافيا وبيدي دراسات اجتماعية وبيدي تاريخ. طب هل هو بس في الكليه او في المدرسه اللي بيدي الكلام ده؟ هتلاقي ثلاث اربع مدرسين بيدوا نفس الكلام. فانا عندي اكثر من ماده اللي هي الجغرافيا والتاريخ والماده اللي معاهم الرابعه دي الدراسات الاجتماعيه، بيديها اكثر من مدرس، واكثر من مدرس بيدرس
أكتر من مادة، يبقى عديد من المواد يدرسهم عديد من المدرسين، وبنفس الكيفية عديد من المدرسين يدرسهم عديد من يدرس عديد من المواد. طب أنا أعمل إيه عشان أفك الاشتباك ده؟ قال لي بتعمل جدول بتاع حصص، تقول الحصة الأولى في المكان الفلاني، الدكتور فلان أو الأستاذ فلان هيدي كذا، الكلام ده هنشوفه بعد شوية. أنا بس عشان إيه؟ لأن الوقت أوشك على الانتهاء، فأنا مش حابب أدخل في موضوع جديد ويفصل عنها في النص. نتوقف عند الجزئية دي وناخد أسئلة حضراتكم لو حد من دي أي تعقيب على الجزء اللي عدى. في أي أسئلة على الجزء اللي عدى؟ حضرتك لسه بتكمل شرح فيه. أيوه، ما أنا دقيت حنها بس هنا عشان قاعد دقيقتين بالظبط، دقيقتين ونص. بدل ما ادخل فيه ويفصل، خلينا يعني لو حد عنده اي حاجه كده سريعه عشان نفصل ونبدا بقى في السيشن الثانيه الدخول في عمل العلاقات بشكل مباشر. يا دكتور بعد اذن حضرتك انا لسه داخله، ينفع تبعت لي الريكورد اسمعه على بال ما نبدا واحد ثاني؟ حاضر باذن الله. ما هو الريكورد ده مش هينفع يتبع دلوقتي لغايه ما نخلص، لان ما هو هيبقى معانا الريكورد، يعني اول ما يفصل البرنامج هيفصل الريكورد لوحده، ساعتها هيعمل لي ملف، ساعتها انا هبعته لكم ان شاء الله. طيب خلاص عشان اسمع في الفتره دي يعني. تمام. لو احنا ملاحظين كده على الجنب هنا عند الاربع مكونات، ادي التيبل وادي الاستعلامات وادي الفورمز النماذج والتقارير المتحفظه، يبقى نحاول نعمل تقرير بسرعه كده، نحاول نعمل تقرير بسرعه. كرييت ريبورت يس حفظ. شفت كانت اكسس كانت سيف ديزاين تشينجز وذ انذر يوزر هاز فايل، في حاجه مفتوحه ثانيه. اوكي ماشي. السلام عليكم دكتور. اتفضل دكتور. هو البريك كام دقيقه؟ لا خلاص احنا هيفصل، بس هو قاعد اقل من دقيقه هيفصل وهندخل تاني على طول، هنشتغل على انشاء جدول جديد ونبدا نعمل علاقات ما بين الجدول. طيب احنا ممكن ناخد بريك يعني بعد السيشن اللي جاي ده ان شاء الله. تمام يا دكتور. تمام شكرا. نفس الرابط، مجرد ما هخلص هندخل تاني على نفس الرابط. خلاص تمام يا دكتور مالك، شكرا. لو سمحت يا دكتور، واحنا ممكن نعمل مراجعة سريعة على اخر واحدة بتاعت امبارح لان انا فصلت من عندي.